اليوم رانا فرحانين بهذا الفريق اللي راه شاب صغير اللي راه عمره عامين هو من الأسس في الدور كيما هذا تاع ويتيان فينال. نشكروه من البلاد راهي كل فرحانة على هذا الفريق الشاب اللي راه طموح تاعها هو الصعود إلى القسم الثالث. ثاني دوكا رانا كادي في كوب داجيري. كوب داجيري هذه واش حنا ماهوش الهدف تاعنا، كان من قبل كنا دايرينها شغل مقابلات تحضيريه للبطوله، وبجينا مشينا حبه بحبه، قال مقابله، والفريق راه كتم ويزيد يتحسن وراه عنده امل في الصعود. حاجه برك اللي رانا حنايا فرحانين بها هو الفريق مازال هو مازال متحمس، مازال متحمس في الكاس، مازال متحمس في البطوله، مازال مامن. ثاني ان شاء الله المقابله الجايه اللي رانا محضرين لها تاع الخروب عادي كما المقابلات اللي فاتوا. حظوظكم في الشغل، الحظوظ تاع الفريق، الحظوظ نتاعنا حنايا مازلنا متامنين، مازلنا نحوسوا على الكارد فينال. صراحه جاتنا شونس نلعبوا في بلادنا وما نطلقوش المقابله هذه، ولاعبين راهم متامنين، كاع راهم امنين، وما كاينش فريق صغير ولا فريق كبير. بالنسبه للملعب ما كانش هذاك الملعب، احنا مازلنا ما خصصناش الملعب هذا، مازال ما خصصناش الملعب هذا. وان شاء الله هذو اليومين ان شاء الله نديروا جلسه مع الاستاف تاعي